أنا عندي والله العظيم واحدة يعني صديقة يعني مش قادرة أقول لك ما بتعملش أي حاجة تغضب ربنا. أيوة. صيام وصلاة وبتعمل كل حاجة يعني، وبتحب الفقراء جدا وبتعطف على كل حاجة، بس هي مشكلة عندها إنها أهلها جوزوها وهي صغيرة غصب عنها واحد كبير في السن. وهي عاشت معايا بما يرضي الله، ما عملتش أي حاجة غلط لغاية ما هو خلفت منه، وهي يعني جوزها توفى. هي بتقول لي، هي ما فضفضتش لحد اللي ليا، بتقول لي أنا نفسي أسأل حد بس مكسوف. بتقول لي أنا دلوقتي عايشة في خيال إن أنا لسه بتجوز وعروسة جديدة، وإن أنا بحب عريسي، وإن أنا مثلا وبتتخيل كل حاجة عن بين الزوج والزوجة. وبتقول لي كل ما توب أرجع تاني الحكاية دي، معرفش أنام لما أتخيل كل الحاجات دي. هي عندها كم سنة؟ هي عندها يعني فوق 40. صغيرة. فهي بتقول صغيرة. عايزة تعرف طيب يعني بيضيع ثوابها اللي هي بتعمله ولا شكرا ليك يا مدام هدى، شكرا لحضرتك. طيب السيدة اللي فوق 40 اللي زوجها توفى، يعني ليه انصحها ان تتزوج؟ يعني لا تنتظر. ما تلومش نفسها. لا ما تلومش نفسها في حاجه، والمفروض ان تاخد قرارها. وانا عايز ده يبقى كلام واضح لكل السيدات، مساله عاديه خالص، مساله الزواج دي مساله عاديه، ومساله الطلاق عاديه. يعني موضوع عادي، انا عايز نفسي المجتمع مش يفهم. عيبة ده مش عيبه، عادي خالص، مش يعني عيبه ان الست تتجوز، لا خالص ما فيهاش حاجه. ده موضوع، دي حقوق شرعها الله، وما دام ربنا شرعها خلاص، ايه المشكله في القصه دي؟ فهي دلوقتي لما تزوجت كانت صغيرة السن، فتزوجت رجل كبير السن، لعله طبعا يعني اتعبها في الفترة اللي هي عاشتها معاه، خلفت او ما خلفت، لكن بعد ذلك خلاص بدأت تاخد سن بقى اللي كانت هتعيشه في الثلاثينات، بدأت تعيشه في الاربعينات، هي اتقلبت الآية، فخلاص تتجوز وما فيهاش اي حاجة خالص، يعني تبحث عن زواج وتتزوج، ولا حرج في هذا على الاطلاق. اما هذا الفعل الذي تفعله فقد نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا امر يزيد المسألة يعني اشتعالا، مش بيعمل هدوء للانسان، لا ده بيزيده اشتعالا. فالافضل ان هي تعمل ثلاث حاجات مهمين: غض البصري وكثره الذكر وقيام الليل. تعمل الثلاث حاجات دولك ان شاء الله ربنا هيزيح عنك هذه الافكار وهذه الامور ان شاء الله باذن الله.